السلام عليكم. أحدث إصدار من One UI 6 مع الأندرويد 14 متاح الآن للتنزيل. اكتشف كل المزايا الجديدة وإليكم الخبر بالكامل. بعد أيام قليلة فقط من الإعلان عن الإصدار التجريبي من واجهة سامسونج One UI 6 المستندة إلى أندرويد 14، قررت سامسونج إطلاق الإصدار الأول من برنامجها الجديد الذي يستهدف سلسلة هواتف سامسونج جالكسي S23، تحميل One UI 6 مع الأندرويد 11 على هاتفك. من اليوم يمكن لمالكي أحد الطرازات الثلاثة التي تشكل سلسلة الجالكسي S23 البدء بالفعل في الاستمتاع بالمستجدات التي يجلبها تحديث الأندرويد 14 جنبا إلى جنب مع واجهات One UI 6. وفي الوقت الحالي نعم، ستتاح الفرصة فقط لبعض المحظوظين لتجربة One UI 6 مسبقا، نظرا لأن سامسونج قد نفذت إطلاق الإصدار الجديد في عدد قليل جدا من البلدان. وفي الإعلان عن برنامج الأندرويد 14 بيتا الذي يستهدف سلسلة هواتف جالكسي S23، توضح سامسونج أن هذا الإصدار الجديد يهدف إلى تقديم تجربة مستخدم أكثر ودية من خلال تبسيط بعض جوانب واجهة المستخدم مثل لوحات الإعدادات السريعة والإشعارات، كما تم إعادة تصميم لوحة مفاتيح سامسونج وإضافة رموز تعبيرية جديدة. وقامت سامسونج أيضا بتضمين عدد أكبر من خيارات التخصيص في التحديث، مما يمنح المستخدم خيار تكوين شاشات قفل مختلفة من الإجراءات المعمول بها. وبالمثل هناك عدد أكبر من الأدوات بما في ذلك أداة الكاميرا الجديدة التي توفر وصولا سريعا إلى الوضع المفضل. حاليا يتوفر الإصدار التجريبي من One UI 6 المستند إلى الأندرويد 14 لسلسلة هواتف جالكسي S23 فقط في الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية، ولكن من المحتمل أن تقوم سامسونج بتوسيع التوفر إلى بلدان أخرى قريبا. يمكن للمستخدمين الذين يستوفون المتطلبات اللازمة للمشاركة في البرنامج التجريبي التسجيل من خلال تطبيق سامسونج ممبرز المتاح للتنزيل من خلال متجر جوجل بلاي. هل ستقوم بتحميل One UI 6 مع الأندرويد 14 فور توفره لهاتفك من سامسونج ممبرز أو الذي هو متاح كما ذكرت على جوجل بلاي؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.